او بريزون. طيب اشمعنى الفعل ده اللي جبته لك؟ علشان الفت نظرك لحاجتين، ان هو فعل مسدود امر ايه؟ يبقى مسدود تتصرف رقم واحد، رقم اثنين جبت لك ميزانين ان وان. يعني علشان اخليك بصراحه معاها انو هتبقى الاجابه بتاعتك ايه بقى؟ ميزانين ان وان نو وان نو. وقلنا قبل كده واكيد انتوا عارفين ان السر بتعود على الفعل، بتتصرف ما تتصرفش زي ما هي كده. طب رقم اثنين مفيش، تحبوا لو ما عندوش مانع كده بس كل حد وراه حاجه. الاتحاد السوداني يا ولاد ارجوكم انه موجود معانا، لو عايزين نوسع عليكم ونحل مع بعض برضه يبقى اخر تجربه مفيش مانع. طب خلي بس الست جمل دول تعملوا احنا ماشيين ازاي. طيب انا لوروبا عليها للكل جور تو بي رون بلاس جور تو بي بار اي اتش. خد بالك برضه موضوع رون بلاس معايا، عايزين نشيل جون دوي ونحط ايه، يبقى انا كده بحق. او ممكن يجي العكس، تبقى ايه هي اللي موجوده وانا ابدا جون دوي. عيني على الفعل، ايه الفعل اللي موجود عندي؟ لا مش رايين فعل بوفوار اللي منصرف عن فعل بوفوار معايا. لا بس هنا برضه فعل بوفوار مش مساعد، عشان اقول اساسي ومش اساسي. أنا بقول هنا أن لا تستطيع ستستطيع يقرأها من إذا بوفوار المستقبل هنا بتعامل معاه. المساعد لما يبقى أنت بوفوار لما يبقى أغلي مع فعل تاني صح كده ولا لا؟ إنما ده فعل أصلا يبقى أنا فعل كده صح معايا. لا إما بوفوار لا بار بي اسم المفهوم بتاع فعل بوفوار حرفين بي لا بار بي وأغلي زي ما هي. يمكن غلط كتير وفعل يتعاملوا مع أغلي. لا لا تكتب الاول الاولاني مضارع مش مضارع عشان هو ده مساعد ماشي، مستوى قريب عشان هو ده مساعد. طب رقم ثلاثه بسرعه ان سيرموني كوبيلير انتي على راس التحرير، احتفال شعبي كان في بلاد التحرير، عايزين نبدا بكلمه نوما. الفعل اللي عندي هنا ايه تاني؟ سرا من الافعال الشاذه في الاخر كده ايه؟ سرا. طيب باردون مدام جو كونتي لا ديرنيير رومبو. انا جبت جمله الياس سابنيت في الحاجات اللي ما بيجيش بس عملت كل حاجه. الياس سابنيت في الخمس دقائق يبقى زمن ايه؟ ماضي حديث. بيجي تاني لو حد مش عارفه جنين كده خلاص. انا بقول لك انا هقف على كل قاعده جمله عشان لو ما نسيها تفتكر. يبقى الجمله بتاعتي باردون مدام جو هنا بقى اتعامل معايا ايه بقى؟ خلاص يبقى je viens de fondre. Je viens de fondre. طب الجمله رقم خمسه دون سان مينيت. ده انا جايب لك القواعد المنسيه خالص. يعني ايه دون سان مينيت يا جماعه؟ يعني ايه خمس دقائق؟ يبقى خمس دقائق بروش. ما هو سان بخمس دقائق بروش. طيب لا تخيل اتيلير عايز اجيب اتيلير في المستقبل صح؟ اتيلير ده مستقبل قريب. طب ده مستقبل بسيط مش هيبقى الاخرين بعدهم، الاخرين مرضى يا جماعه يعني، كان الاخرين يعني يا صاحبي تمام. رقم سته واخر حاجه فور مي ترافاست لا بي الا ان اكسيدون هو عمل حادث في كوموس بارتيير فاندون كول. انا جايب هنا حاجتين ايير فاندون كول الماء واسباب الماء. عايزك تستخدم زمن اسمه الامبار ليه الماضي المستمر. فهتبقى الجمله بتاعت ايير ايير فاندون دايما بعد باردوكو ماضي مستمر يبقى رفع سي قوي الى ها بنعرف يبقى تاني ترسمها ايه بقى؟ الماضي المؤجل يبقى الى رفع انكسيكو. يبقى انا عايز جمله الماضي دي عشان عندي حدثين اسباب فكنت بعمل كذا حصل كذا التوقيت ماضي مستمر كل اللي بتاع الماضي ايه؟ طيب اتمنى بس ان الحته دي خليك مستمر بتاع الجمله علشان الوقت طبعا انا مختار برضه منظر المواقف يعني اللي هي الشجاعه واللي بتيجي وفي في الاخر ثلاث مدارس الامتحانات وبرضه ان شاء الله عشان وقتنا وممكن بعد الزملاء ما يشتغلوش الكلام ده من يوم 1/6 ان شاء الله هنزل اجابه اللمسه الاخيره على الموقع بتاع جينيا. يعني لو حد عايز يتكلم مع ناس او حد ما اشتغلهاش معاه هنزل اجابات كلها على الموقع من 1/6. ليه 1/6؟ عشان كده في الاخر ما انت امتحانك بعد 10 صح ولا لا؟ يبقى انا هترجع
في الوقت في الآن الوقت هتسنتم. فلو سبتها ما اشتغلتهاش هتلحق العمر. اشتغلتها مع السوق تحت بخير وبركة. خلاص؟ طب بمات